جديد في زون ميكس، ونبدأ نستقبل أول ضيف معنا اليوم بتليفون عضو المكتب الجامعي سيد واصف جديد الموجود معنا بتليفون. سي واصف أهلا بك. أهلا بك، مرحبا بك سي سلام وبكافة السادة المستمعين. شنو أحوالك؟ سافا؟ شنو الأمور؟ شعلة لاباس. باهي، قبل ما ندخل ساعة في الموضوع تستر على بلادنا إن شاء الله. نحن نسألك أنت كيفاش قاعدة تعدي الأيامات هذوما في الدار، كيفاش بالضبط؟ والله يظل لي في أغلى العباد الكل حاول الواحد أقل ما يمكن الخروج، وتوا مع الحظر الصحي هذا إن شاء الله يا ربي كما قلت فترة وتتعدى. لازم هذه باش نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على أحبابنا وخيالنا كافة أفراد الشعب، دونك لازموا المنازل وإن شاء الله يا ربي فترة وغسرة وتتعدى. امين. بالنسبه لاجتماعات المكتب الجامعي قاعده تصير، تحكيوا بالتليفون، فما حاجات قاعده تصير ولا كيفاش بالضبط؟ اي هو الحقيقه تنسيق تو في الوضع هذا، يعني اذا احنا نكونوا زي ملتزمين حافظ كما قلت لك على صحتنا وصحه الادارينا بالكل، فالحقيقه التنسيق الكل قاعد تو يتم بالتليفون، نتبادل الافكار والاراء وشنو نجموا نعملوا ما نعملوش، هذا كل قاعد يصير بصفه معناها مستمره بالهكس. على ضوء اللي الوضعيه اللي كنت تحكي عليها سي واصف، اكيد خذيتوا مجموعه من الاجراءات، واكيد مساهمه الجامعه التونسيه في مساعده الدوله خلينا نقول وزارات ظاهره هامه جدا، تحكينا شويه على الاجراءات اللي خذيتوهم في الايام القليله الماضيه. هي الاجراءات المجهوده هذه راهو مش للدعايه لي، لكن راهو هذا نعتبروه واجب نحن من ابناء الشعب هذايا، جندي من جنود الشعب هذايا، فلازمنا انه نقفوا مع دولتنا مع ابناء الشعب بتاعنا. اللي عملناه هو كما قلت لك هذا اقل حاجه نجم نعملها، وان شاء الله يا ربي نحن كما قلت لك مع بلادنا لين ان شاء الله نجم ناخذوا على الافه والفيروس هذايا. هو ما بدينا كنا نوضعوا كافه اطارات الجامعه التونسيه كنت قدم كافه العاملين والموظفين نتاعها بهيكلها الكل، المكتب الجامعي على ذمه الدوله على ذمة وزارة الصحة في كل حاجة نجموا يستحقوا لها فيها، وتعرف أنت الكورة والعمل التطوعي نتاعها والعمل الجمعياتي، فمن الخبرة عنا اللي تسمحنا باش إن شاء الله نعاونوا، دونك نحن على ذمة بلادنا، هذه النقطة الأولى. اثنين قلنا أول ما انتشر هالفيروس هذايا عرفنا أهمية مراكز الإيواء. فقلنا كل من المركب الرياضي بتاع إندراها مركز الطرابوسات برج السدرية رانا باش نجهزوه. التجهيزات الطبيه وشبه الطبيه، كافه المعدات المستلزمه للغرض هذا، كيف كافه مستحقات الاطار الطبي والشبه الطبي باش نتكفلوا به نحن، وكل ما تستحق وزاره الصحه في هالمركزين هذوما رانا نحن نتكفلوا بهم. بعدها كما شفتوا جات بعد ما تم فرض حظر التجول من 6 تاع العشيه ل 6 تاع الصباح، كما شفتوا شنو ولا فما في وسائل النقل العمومي الاكتظاظ وغيره، واللي هي كيما تعرف الاكتظاظ هذا يساهم في انتشار الفيروس هذايا، فقلنا موقعنا هذايا نوفروا 5 حافلات معقمه ونحطوهم على ذمه وزاره النقل مساهمه منا في الحد من الاكتظاظ هذايا، وهذه زاد كيف دعوه لبقيه الهياكل وكل من ينجم يوفر مثل الامكانيات هذيا باش يعاون. بعدها البارح شفتوا كلمه السيد رئيس الجمهوريه وانه الحظر الصحي هذايا، فنحن نعرفوا زاد كما يعرفوا الناس الكل فما الحقيقه عائلات معوزه اللي ما عندهاش الامكانيات كي ما تخرجش باش تخدم وتوفر قوت يومها باش تعاني عديد المشاكل، فقلنا من جهتنا باش نوفروا عدد معين اللي يمكن يوصل توا 900 عائله ان شاء الله، وان شاء الله يمكن باش يزيد العدد هذايا، نوفروا لهم المستلزمات والمواد الصحيه الاساسيه ماكل وغيره ومواد التنظيف والتعقيم اللازمه باش حتى كي يقعدوا في دارهم يلقاو ما ياكلوا. دونك هذه قلت كيما قلت لك راهي حاجات اللي نجموا نعملوها، وان شاء الله باقي نحن واقفين وباقي باش نحاولوا ديما نكونوا الى جنب الى جنب مع كافه الهياكل والمؤسسات نتاع الدوله باش يد واحده ان شاء الله يا ربي نتعداو هالازمه هذه. دونك قاعدين تتفاعلوا مع المستجدات ايضا مش قرارات اخذتوها وكهو. وقتاش بديتوا تنفذوا في هذا الكل ولا ما زلتوا معناها؟ لا بالطبيعه بدينا بخصوص الحافلات، بدينا بخصوص التنسيق توا مع وزاره الصحه في على المعدات والتجهيزات هذيا، دونك بدينا كما قلت انت توا سيادتك مش معناها هكاك قرارات ولا نعملوا حاجات اعتباطيه هكاك، بل حسب ما تقتضيه الواقع وحسب ما يقتضيه كل يوم ويوم يعني معناها. مراكز الحفظ الصحي اخذوها ولا ما زالوا؟ قاعدين توا التنسيق فيها باش يتم توفيرها في المركزين هذوما. يعني راهو ناكدوا اللي هو كيما عودت الجامعه راهو هي نحن العمل
الاجتماعي ثاني يقوم فيه مستوى في هذا تو تقتضي الظروف تو التدخل العاجل وغيره. لكن نحن لو كجانا تزوجنا في الدور نتاعها والرياضي يوفر منظم بطولة وكأس ومنتخب الوطني هذا كله تقوم به. لكن عندنا العمل الجمعياتي هذا دابت عليه تو جامعة سواء وقت اللي يلزم دخلوا في مناطق معينة لتعاني التهميش والخصاصة كنا ندخلوا وقت فما وضعيات اجتماعية تعبة نتاع مسؤولين ولا رياضيين سابقين كنا ديما ناخذوا فيها. دونك هذه راهو تعودنا به ونحن كما قلت لك لو مش فلان ننفذ ان شاء الله. بالنسبه للميدان وقاعدين تو هذا كله قاعد راهو التنسيق فيه جري وقاعدين نخدموا على الشيء هذا. وعدتوا 100,000 دينار ايضا صندوق 18 والا وين باش تمشي بالضبط؟ لا 100,000 دينار هذه في الزوز مراكز اللي كنت تحدث عليهم في التجهيزات الطبيه والمستحقات. وقلنا راهو المبلغ هذايا حسب متطلبات نتاعو وراه باش يتم الترفيع فيه كل ما دعت الحاجه الى ذلك. نبداو به 100,000 دينار وقت اللي تتوفر وقت اللي تتطلب انه باش نزيدوا هالمعدات يكون يلزم توفير اكثر معدات والمستحقات نتاع الاطار الطبي وشبه الطبي او غيره تحقق وزاره الصحه راهو نحن المبلغ هذا ان شاء الله باش يتم الترفيع فيه. بين الزغل فوز في وجودك معايا سي واصل نسألك على مصير الموسم الكروي ايش اسكو باش يستأنف البطوله والكاس ولا باش تأجل ولا باش تلغى ولا شنو بالضبط يعني مبدئيا معناها نعرف سابق الاوان شويه معناها مبدئيا هكل سابق الاوان وما نجموش تو نحن نعرفوا الحقيقه معناها نشوفوا تو تطور هالوضع هذا يا ربي ان شاء الله غمه وتزول ويفرج هاللي نعيشوا فيه تو. دونك على حسب المده اللي باش نقضيوها هكا على حسب نجم ان شاء الله كما قلت لك تصفى الامور وترجع الامور عاديه. دونك باش ترجع البطوله ترجع الكاس حسب الظروف. دونك نقرروا كل في وقته ان شاء الله ناخذ القرار اللي باش يكون ان شاء الله مازال مش واضح معناها لحد الان. لا مش واضح ما تنجمش تو باش تقول انت شنو باش توقف البطوله ولا باش تقول نواصل البطوله بعد مده معينه. ان شاء الله بعد مدينه صغيره نجموا نفهموا ونعرفوا الوضع العام نحدوا بعدها موقفنا على ضوء شنو باش نجم يصير. بالنسبه لتوزيع المهام المكتب الجامعي وقف كل شيء نتصور زاده التوزيع المهام هي كانت بصفه عاديه معناها نحن خاطر فما القرارات هذه اللي اتخذت كانت فيها اجتماع صرف في الاول دونك والمهام تم توزيعها لكن مش هذه المهم خاطر ما تمش الاعلان عليهم في وصف الاستمراريه نتاع العمل كما قلت لك قاعدين توا نشتغلوا وننسقوا كل يوم بالهاتف ووسائل الاتصال هذه الكل. واضح يعطيك الصحة شكرا لك سي واصف جليل على كل هذه التفاصيل. بارك الله فيك انت ومشكور يعطيك الصحة. دونك نمشيو للموسيقى بعد شوية يكون معنا المختص في القانون الرياضي علي عباس نحكيو معاه على الوضعية القانونية لل